انطلقت يوم أمس وقائع الملتقى العربي للذكاء الاصطناعي في نسخته الرابعة، والذي يأتي في إطار التعاون بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الداخلية ووزارة شؤون الشباب، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل. وتهدف برامج هذا الملتقى إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب العربي وتوجيه طاقاتهم نحو الإبداع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة اللواء فواز حسن الحسن، آمر الأكاديمية الملكية للشرطة. مرحبا بك معنا سعادة اللواء في نشرة الثامنة. وبداية، ما هو الهدف من تنظيم الملتقى العربي للذكاء الاصطناعي وكيفية تماشي مع رؤية الأكاديمية الملكية للشرطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا أخي العزيز. الحقيقة أن الهدف من الملتقى هو لفتح الآفاق أمام الشباب العربي وتوجيه تطلعاتهم المستقبلية نحو التعليم والعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وغيرها من المجالات، كما يهدف إلى أطلاق القدرات الشبابية وإلقاء الضوء على مواهبهم ودعمها والاستفادة منها. ويعد الملتقى كونه فرصة لإيجاد قنوات التواصل بين الشباب في الوطن العربي وتوجيه طاقاتهم نحو ما هو مفيد، كما يهدف إلى إعداد وتأهيل قيادات شبابية وطنية وعربية نرجو لها دور وإسهامات نرجو أن يكون لها دور وإسهامات عالمية في عالم يشد فيه التنافس بين الأمم لبناء حضاراتها على انتصار المعرفة. وهذا يعني يلتقي ذلك كله مع رؤية الأكاديمية الملكية للشرطة التي تسعى لاستشراف أفاق المستقبل للوصول بها كصرح أكاديمي شرطي رائد على المستوى العالمي قام على مخرجات علمية وتدريبية فاعلة تعكس الصورة الحضارية لمملكة البحرين. سعادة اللواء، كيف يمكن للأكاديمية الملكية للشرطة أن تستفيد من مخرجات هذا الملتقى في تطوير البرامج التدريبية المستقبلية، وما هي طبيعة التعاون مع الجهات المشاركة في هذا الملتقى؟ نعم، يشارك في هذا الملتقى العديد من الجامعات والمعاهد والشركات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ويمكن التنسيق مع عدد من تلك الجهات وبناء الشراكات معها في تنظيم التدريب وتوفير البرامج التدريبية والإلكترونية التي من شأنها أن تسهم في تطوير التدريب واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحديد البرامج التدريبية المطلوبة وتطوير الاستراتيجيات والخطط التدريبية للوصول لبرامج تدريبية فاعلة لبناء وتطوير قدرات منتسبي وزارة الداخلية. نعم، سؤال أخير سعادة اللواء، وهو عن رؤيتكم حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي خلال السنوات القادمة. نعم، الواقع أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية أصبحا يشكلان معنى المستقبل بكل طموحاته وتطلعاته وتحدياته، حيث يعد استخدام الذكاء الاصطناعي من أهم الوسائل المستخدمة في جمع البيانات وتحليلها وربطها وبناء الأنظمة والبرامج التدريبية. ومن المؤمل أن يسهم في رفع قدرات الكوادر الأمنية والشرطية باتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية في العمل الأمني والشرطي. وهذا كله سيمكن الأكاديمية الملكية للشرطة بإذن الله تعالى من تحقيق أهدافها الاستراتيجية. بإذن الله سعادة اللواء فواز حسن الحسن، آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، شكرا جزيلا لك.